العدد السادس، مجلة بيم أريبيا، مقالة بعنوان الفرق بين الكوردينيشن وكشف التعرضات، كلاش ديتكشن، للمهندس محمد عبد العزيز عبد الكريم، قراءة نجوى سلامة. يظن بعض مستخدمي تكنولوجيا البيم أن المقصود من الكوردينيشن هو كشف التعرضات، كلاش ديتكشن، وحلها، ولا أظن أن هذا صحيح. فإذا كان الكلاش ديتكشن من أعمال الكوردينيشن، إلا أن الأخير له معنى أكبر ووظيفة أهم ومعرفة يجب أن يحصل القائمين بأعمال الكوردينيشن عليها. وكما ذكرت في العدد الخامس من مجلة بيم أريبيا، مقال فريق العمل ومهامه، فإن المقصود من الكوردينيشن هو توصيل الخدمة المطلوبة إلى المكان المخصص له بشكل آمن ومحقق النتيجة المتوقعة من التصميم، متفاديا التعارضات التي ممكن أن تحدث بين الخدمات المختلفة. ومعنى ذلك أنه مثلا لو لدينا غرفة استقبال للعملاء في مبنى يقدم خدمة ما مثل مستشفى، ونريد تزويد تلك الغرفة أو المساحة المذكورة بالخدمات المختلفة من هواء مكيف وإنارة وتغذية كهربائية وخدمات تغذية مياه وصرف صحي للكافتيريا المرفقة وتغطيتها بنظام إنذار حريق وآخر لمكافحة الحريق وغيره من الخدمات الأخرى حسب تصميم المكان واستخدامه. هل يعتبر عمل كوردينيشن هنا هو حل التعارضات بين مسارات الدكت للتكييف وكل من مواسير الصرف الصحي وحامل الكابلات الكهربائية مثلا، دون النظر إلى زيادة عدد الأكواع وزيادة مسار الدكت عن التصميم الأصلي؟ لأنه يجب الأخذ في الاعتبار أن تلك الزيادات تزيد من الاحتكاك بين الصاج وبين الهواء الذي يمر فيه، وكذلك يزيد من ستاتيك بريجر بسبب زيادة الأكواع وزوايا الدوران. إذا أهملنا هذه التأثيرات، فسوف نفاجأ أن كمية الهواء المكيف المخصص للمساحة المذكورة أقل من الكمية في التصميم، وعلاج ذلك يتطلب تعديلا في التصميم من زيادة في حجم الدكت وحجم ماكينة التكييف، وطبعا زيادة في تكلفة المشروع. ولعل الحل الأفضل لتلك المشكلة هو توزيع ذكي للخدمات يتفادى التعارضات بين مسارات تلك الخدمات من البداية. وتأتي هنا وظيفة الكوردينيتور لتحقيق حل مناسب قبل بداية العمل. فالمقصد هنا أن الكوردينيشن عملية تهتم بتحقيق النتيجة المقصودة من التصميم للخدمات المختلفة، وطبعا بشكل آمن لا يتسبب بخطر ما. فلا يمكن مثلا أن يتعارض مسار خروج الماء من رشاشات مكافحة الحريق مع كشافات إنارة لا يوجد بها حماية من تأثير المياه عليها، أو يتوازى مسار ماسورة صرف صحي مع مسار كيبل تري يمر تحتها، لأن ذلك يعتبر مصدر خطر. وفي تلك الأمثلة وغيرها كثير يجب أن يتدخل الكوردينيتور لحلها وتوصيل الخدمات إلى أماكنها بشكل آمن. من تلك الأمثلة يتبين لنا الفرق بين الكوردينيشن والكلاش ديتكشن. فالأخير يعني حل التعارضات يعنى بحل التعارضات لمسارات الخدمات المختلفة مع بعضها البعض، وأيضا مع الأعمال الإنشائية والمعمارية وتصميم الديكور والتصميم الداخلي. ولكن الكوردينيشن يعنى بذلك مع التحقق من النتائج الآمنة لمختلف الخدمات. ونلخص من هنا بنتيجة مهمة جدا يجب أن نركز عليها. أعمال الكوردينيشن تبدأ من اللحظة الأولى للعمل في النموذج وليست آخر مرحلة، لأنه لتفادي تشويه مسارات الخدمات بسبب كثرة التعرضات يجب أن يبدأ فريق الكوردينيشن بتحديد أفضل طريقة لمد وتوصيل كل خدمة من البداية. ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق، ومنها مثلا عمل قطاعات في أماكن مختلفة للمسارات المقترحة، وعمل تصور أو أكثر لتلك المسارات للوصول لأفضل حل آمن على حياة المستخدمين وموفر للتكاليف. إن من أهم أهداف استخدام ميزة الكلاش ديتكشن المتوفرة في برامج البيم المختلفة أن توفر تكاليف المشروع عن طريق توفير الوقت والخامات والمواد التي تهدر أثناء التنفيذ في الموقع عند اكتشاف التعرضات، فمن السهل اكتشافها خلال شاشة الكمبيوتر وحلها أولا. استخدام عملية الكوردينيشن تفيدنا في اكتشاف الأخطاء المختلفة ومعالجتها قبل بدء التنفيذ. لذلك الكوردينيشن يؤثر بشكل إيجابي على الجداول الزمنية الخاصة بمواعيد التسليم لمراحل المشروع المختلفة.
تكمن مشكلة أخرى تبين الفرق بين الكوردينيشن والكلاش ديتكشن. فعندما يقوم فن النموذج بالبحث عن التعارضات بين أعمال التخصص الذي يعمل عليه وأعمال التخصصات الأخرى، هو لا يهتم بحل المشاكل الفنية في باقي التخصصات، ولعله لا يبلغ الآخرين بوجود تلك المشكلة، وهذا يعد إهمال ليس له يد فيه لأنه خارج عن تخصصه، ولعله أن تحدث يلقي لوم أو معاتبة لأنه ليس معني به. أما الكوردينيتور فمن واجبه حل جميع المشاكل الفنية أو تصعيد الأمر إلى سلطة أعلى أو طلب تعديل على التصميم الأصلي أيا كان الحل. ما هو التشغيل البيني وكيف يمكن معالجته؟ هو قدرة نظم تكنولوجيا المعلومات المختلفة على التواصل وتبادل المعلومات بينها دون الحاجة لتعديلات تقنية في صيغة وطريقة حفظ المعلومات ليتم هذا التبادل. مثال على ذلك إمكانية فتح النموذج الناتج من عملية نمذجة معلومات البناء من برنامج لآخر مباشرة دون الحاجة لتحويلها لصيغة أخرى. ولكن هذه الخاصية حالياً غير متوفرة بسبب الاعتماد على تحميل صيغة الملف معايير أسس الصناعة الموحدة IFC، وهي الطريقة المتبعة حالياً لضمان التشغيل البيني بين أنواع البرامج المختلفة. كيف نربط كفاءة الأفراد بالعمل مع الأساليب المختلفة؟ ثانية واحدة. كيف نربط كفاءة الأفراد بالعمل مع الأساليب المختلفة لعمل نمذجة معلومات البناء؟
كفاءة فريق العمل لابد من تقييمهم على 3 محاور رئيسية: الخبرة أي سابقة الأعمال المشابهة، المهارات التقنية والإدارية إلى آخره، والمعرفة في مجالات نمذجة معلومات البناء المتعددة، والأخير هي أصعب محور. فبالرغم من إمكانية قياس المحورين الأول والثاني بأدلة أو اختبارات، قياس معرفة الشخص يحتاج لتحديد مستواه في عدة مجالات الكفاءة، وليس فقط تحقيق شيء أو عدمه. وتوجد حالياً عدة معايير كفاءة تستخدم لذلك، مثل نظام Penn State USA وسوكير Penn Maturity والماتريكس. عن طريق هذه القياسات تستطيع تحديد كفاءة العاملين وملائمتهم لأعمال نمذجة معلومات البناء المختلفة. ما هو المستوى الذي وصلت إليه الدول العربية في تطبيق نمذجة معلومات البناء؟ بدأت الدول العربية كثيرا الآن، وخاصة في منطقة الخليج، في محاولة تطبيق نمذجة معلومات البناء، إما عن طريق إصدار قوانين إلزامية باستخدامها أو زيادة الجهود لتدريب الأفراد، ومنها الإمارات، مصر، قطر، لبنان والسعودية. ولكن لا توجد بعد خطط منظمة على مستوى الدولة لمتابعة تطور ذلك، ولكن توقع زيادة ذلك سريعا. ما علاقة الذكاء الاصطناعي بنمذجة معلومات البناء؟ بما أن نمذجة معلومات البناء يرتكز على ربط معلومات المبنى بعضها، يمكن استخدام الذكاء الصناعي لإيجاد وتنظيم العلاقات والأنماط المختلفية بين هذه المعلومات، سواء كان ذلك في النموذج أو قواعد البيانات، وذلك لإيجاد طرق لتحسينها، ومن ثم زيادة كفاءة المنشأ وإدارة عملياته المختلفة. كما يمكن استخدام الذكاء الصناعي في الروبوتات التي تستخدم في عمليات الإنشاء سابقة التجهيز خارج الموقع، وأيضا الاستشعار عن بعد في المباني والمدن الذكية لاتخاذ القرارات الأوتوماتيكية المناسبة لتوسيع استخدام الطاقة والإضاءة وغيرها. كيف تؤثر نمذجة معلومات البناء على الجودة؟ تأثير نمذجة معلومات البناء على جودة العمل إيجابي، سواء كانت في مرحلة تخطيط المشروع أو مرحلة التصميم أو التنفيذ أو إدارة المبنى وصيانته على مدار دورة حياته، وسأناقش ذلك بالتفصيل في مقالة لاحقا مع موضوع المخاطر. ما هي العمليات المتقشفة لين؟ العمليات المتقشفة هي الطرق المتبعة لتقليل الهدر في الموارد بشكل عام، سواء في الوقت، المجهود، الأموال أو المجهودات البشرية وغيرها. وقد ناقشت سابقا أن هذه أحد أهداف نمذجة معلومات البناء الرئيسية، بجانب زيادة الجودة وتقليل المخاطر وزيادة التصور والملائمة للبيئة. ولذا فإن العمليات والمنتجات المتقشفة هي جزء أساسي من نمذجة معلومات البناء. كيف يمكن ربط نمذجة معلومات البناء بمعايير القيادة في الطاقة والتصميم البيئي ليد؟ القيادة في الطاقة والتصميم البيئي هو أحد المعايير التي تقدم شهادة تعترف بتحقيق أفضل الاستراتيجيات والممارسات في عملية البناء لتكون صديقة للبيئة، شبيه بالبريم في بريطانيا. يمكن استخدام نمذجة معلومات البناء خلال مراحل التصميم والإنشاء لتحقيق ذلك الهدف. ما أهم تطبيقات نمذجة معلومات البناء المستخدمة في بريطانيا؟ لا توجد برامج معينة، ولكن منها على سبيل المثال للحصر أوتوديسك، ريفيت، نافيس ووركس، جرين بيلدينج ستوديو، فير أند بلو 360 اي تي سي، جرافيسوفت، أركيكاد، جراس هوبر، برينو، بنتلي سيستم، إكلا سيستم، سوليد بري، موديل تشيكر، بروجكت تويست، إيسايت، فور بروجكت، إيكونكس، سينكرو، كوست إكس، بيكو.